يعاني السقوط مدة 5 سنوات أو بقي لا يزيد عنها. وحنا الناس هنا ساكنين فيه تحت. الناس ساكنين فيه تحت جيران داري أنا. هاد الناس ساكنين تحت الوقت اللي غتريب الدار حنا اللي حاضرين. والسبعة الصباح حنا اللي طالعين كنجبدوا الناس. وحنا جول بوبيه مساكن هما اللي تقاتلوا معانا. بعيس أنا اللي عيطت ليها ونعطيك النمرة ديال بعيس. وعارف الناس اللي غارقين ملي كنت فين هضرت كيقول لك سي حي. أنا إيش غنحي؟ خايفين عليك؟ ما خايفينش عليا حيت أنا عارف إني واقف وعارف الناس اللي غارقة وهما ما عارفين. داك المنزل ربما غايرين حتى هو أنا بعيد وكنبعد عليه الناس حيت الناس اللي جات معطلة ما عارفاش اللي كاينين ما عارفاش أش واقع هاد الدار غطيح هذاك الحيط أنا اللي بديو كانوا لأنه كلشي كيبغي باش تحت منه هاد البوبية كلشي واحد دز غادي طاحت عليه راهو ميت لتحت أنا شفتو بعيني بعيني شفتو نظرة كبيرة هربت بعد الناس كاينين لتحت بعد الناس بعد الناس باقيين تحت مدومي بعد ويجي واحد باقي 10 عاد يجي كيقول لي حيدر انا اللي عارف اش طاري تم راه انا اقسم بالبوبيه نوريك اش كاين تم انا راه كابر هنا 42 عام شحال واحد مات اللي ماتوا انا اللي شفت واحد واللي داخل كاينين 4 ما بقاش الصوت ديالهم واحد راه حي كيجبدوا فيه واحد حي داخل هذا الصوت راه كاين راه كيجبدوا فيه ولكم كنشدوك الخرج ما يجيكم الخرج ما الناس ولكن الدار هذه تقريبا عندها 1916 باش تبنات الدار هذه تقريبا ضاربه غاليه في 90 عام ناضوا مولين الدار ملي شافوا الحالات وشافوا الحديد فوق دابا نوريكم ملي شافوا الحديد فوق وشافوا المشكل اللي عندنا الفوق قال لك الدار ايه هذا السقوط نهار اللي خطب سيدنا وقال لك لهاد الناس ايه هذا السقوط نعطيهم 10 مليون يخرجوا ونغامروا ب 10 مليون حنا الاوراق اللي عطاونا ديال الاخلاء باش نحيدوا المسؤوليه عليهم هذه فاش في 2010 انا درت شكايه عندي وليداتي وزايدين ولادي زايدين هنا انا زايدين هنا وولادي زايدين هنا ودرت شكايه القايد الاول والقايد الثاني